السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في الحلقة الخامسة. في شغلة لاحظتها وانا اصور هذاك المقطع، ان هذا ياخذ دقيقة وهذا ياخذ الكليبت ياخذ 30 ثانية، فلذلك لازم يكون اثنين من هذا، وانا جالس ابني في كل مرة واحد. طبعا نسوي له كوبي ونجيبه الى المكان الثاني هذا ونسوي له كوبي اتوقع، لان عندي مكان ثالث كلي والله اعلم. اي هذا هو، جميل جدا جميل جدا. هذه غلطة وحليناها. جميل، ولازم نعطيهم شفت كذا، نوقف العمال كلهم في الكلي. Your street is safe again، لان كان في تمرد عندي وحطيت الشرطة. مثل ما تشوفون يا جماعة الخير، لازم نسوي تطوير الكثير من الفارمرز. انا بادي من الجهة اليسار، فلذلك راح اكمل من الجهة اليسار. طبعا هذا ما عندهم، يعني الحين مثلا ليش هذا ما اقدر اطورهم؟ يقولون لي والله ما عندنا السوق، فلذلك راح اطور البعيدين. في حركة ثانية يمديك تسوي بدون ما تبني سوق ثاني. خلنا نشوف السوق وين موجود حاليا. الماركت طبعا يمتأشر عليه، يعلمك الاماكن. عندي واحد هنا واحد هنا وطبعا واحد هنا، ولكن هذا اللي هنا نوعا ما بعيد، فلذلك لازم اهدم بعض البيوت او اني اشوف اللي صرفه واقربه باي طريقة كانت. هذا سوق عندي ولا لا؟ هذا بب. البب خلنا نسحبه ونحط الماركت هنا عشان يسمح لنا بالتطويرات الثانية. طبعا مثل ما تشوفون على طول جاني الابجريد، كأني مسرع الوقت وانا مش مسرعة. نحاول نسوي لنا ابجريد لبعض المناطق المزارعين. طبعا ما ودي اسوي لهذا لا، لان عندي 600، مع انهم يعطوني فلوس كثير والله. 1000 وركرز مرة كثير. خلاص خلنا نسوي ابجريد 1000 وركر. طبعا التمبر عندي ناقص، لان التمبر هنا صناعة التمبر واقفة، فلذلك لازم نشغل التمبر. واتوقع احتاج منطقة ثانية للتمبر. خلنا نسوي كوبي، لان التمبر له صناعات ثانية، حتى الزجاج مثل ما شفتوا داخل في صناعة التمبر. بحط واحد هنا واحد هنا مؤقتا، وبعدها راح اشلهم. الوير هاوس طبعا يحتاجونه قريب منهم، فلذلك لازم نضبط الموضوع كذا. واحد هنية ونوصل بينهم الطرق وكذا يا جماعة الخير. ما ادري هم ياخذونه هنا، اتوقع ياخذونه هنا على طول. على العموم بنبني لهم طريقين. الوير هاوس خلنا نبنيه. الوير هاوس ناقصني 10 تمبر، مع الوقت راح يجيني. الحين طبعا هذه الامور ناقصتني، ناقصني فلوس مثل ما تشوفون يا جماعة الخير. الفلوس الفلوس، بس انا بنيت واحد الحين يقدر يوفر لي. ضروري اني ابني هذا، اتوقع جهة واحدة كافية. الجهة الثانية للمستقبل. طبعا هذا المصنع مثل ما رويتكم في الحلقة الماضية، انه يلبي احتياجات الارتست اللي هو الكاند فود، راح يجيهم مع الوقت. طبعا لبيت كل احتياجاتهم ما عدا الفرو اللي يحتاجه من العالم الجديد اللي بروح للحين، ومن 1500 ارتست لازم اوصل عشان احط لهم اليونيفرسيتي. خلنا من الموضوع هذا، بس لما التمبر تجمع خلنا نشوف دبي وش صار على دبي. دبي تحتاج فارمرز كثير، تحتاج فارمرز كثير، وبرضه تحتاج وركرز، فلذلك للوركرز لازم نلبي احتياجات السمك. شوف فيه في نقص في السمك. ايش انا من متى موقف صناعة السمك؟ صناعات مش واقفة، بس فيه مشكلة ثانية. ايش المشكلة؟ انفلونس وورك. ما في. خلنا نبني بيوت زيادة، اتوقع نحتاج نبني بيوت زيادة. كأني كثرت انا فليتها. صف واحد كذا يكون جميل جدا. طبعا في غلطة هنا في الشارع، نسوي كوبي لهذا ونمد الامور هذه. نتأكد من احتياجاتهم. احتياجاتهم طبعا مش كافية مثل ما تشوفون الخطوط الخضراء، والله نوعا ما كافية. في بيوت تهدمت لان ما في فاير. عفوا ايش اسمه؟
فاير ستيشن. الفاير ستيشن هذا هو. طبعا انا عندي فاير ستيشن مثل ما تشوفونه بالابيض معلم هذا وهذا وهذا، اتوقع كفايه الفاير ستيشن، بس ما ادري ليش صار الحريق. على العموم لازم نسوي ابجريد لهم بعد ما تنحل مشكله السفن. اتوقع مع الوقت راح تنحل مشكله الفارمرز، ولكن من باب الاحتياط راح ازيد المربع هذا ونكمل الشكل. طيب لان الصناعات هنا كلها البب، خلنا نحط البب. طيب اللهم صل على محمد. شوفوا الصناعات كلها واقفة حق الحديد. الحديد معتمد فيه بشكل كبير. هنا راح اسوي اساين شارتر، شخص يجي، يعني مش من سيفني، شخص يجي بس شغلته يوصل الاغراض، ونقول له وصل لي الحديد من دبي الى ابو ظبي. الكمية اللي تحصلها مثلا نقول له 30 في كل مرة. ايش برضو عندي في المخزن؟ المخزن عندي انا طبعا حاط حديد وحاط هذا الجنز، فلذلك راح نسوي للجنز برضه، راح احط لي مدافع في مدينة ابو ظبي. اتوقع كذا كفاية. خلنا نروح لعالم الجديد نشوف ايش صار. قبل نروح لعالم الجديد خلنا نبني الكند فود لانه ضروري جدا. ما ادري اذا الفلوس كافية. ايه الفلوس كافية، 7000. جميل جدا. خلنا نروح العالم الجديد ونشوف ايش نقدر نسوي هناك. في وركرز كثير برضو، كثير مرة، فلذلك خلنا نطور الوركرز. نطور بقعتين وركرز. طبعا ما في خشب كفاية، لين ما يجمع الخشب نتأكد ان هذا شغال الخشب. التمبر ناقص، كان مفروض اسوي التمبر قبل لا اسوي. ما عليه، نرجع للتمبر بعد شوي. خلنا نروح العالم الجديد لاني متأخر فيه العالم الجديد. طيب العالم الجديد مثل ما تشوفون نوع السكان مختلفين مثل ما ذكرنا. طبعا نحتاج بيوت كثير. ليه ما اقدر اطور هذا؟ ايه اقدر، كويس. حطيت لهم هذا. شوف البيوت يا جماعة مختلفة عن البيوت اللي موجودة هناك، ذكرني بتروبيكو. الجو هنا يذكرني بتروبيكو. على العموم نتأكد ان احتياجاتهم موجودة. انا حطيت السوق، بس في شيء ثاني هنا، ما في بب وما في، على طول يمديني احط الرم وهذا لان اساميهم جورنالز مش فارمرز. فارمرز ف مثل ما تشوفون احتياجاتهم لهذا فيش اويل فاكتوري بلانتيشن. طيب راح نحاول نبعد الصناعات قدر الامكان من المدينة. هذا ايش هذا؟ يوه انا بنيت هذا ونسيته. طيب ما عليه، خلنا نسوي هذا هنا. ليه ما اقدر ابني هنا؟ هذا في البحر ولا ايش؟ هنا جميل، هنا ممكن نحطه هنا. وبالنسبة لهذا نحطه هنا. واو ياخذ مساحة كبيرة والله. طيب البيوت راح اشطح فيها، والله ما اعرف وين اشطح بالبيوت. انا ما ودي يكون هذا هنا. دقيقة، جميل، يمدينا مثلا نحطه هنا. 30 30 30. يا سلام يا سلام، نحط اثنين منه. وهذا المزارع راح نشوف كم المدى اللي يحتاجونه قبل نشوف المدى اللي يحتاجونه. خلنا نوصل الشوارع مع هذا. ايوه ثلت من القرصان مثل ما شفت اللي نعت في التخزينة حق امس. خلنا نسوي هذا كذا. نستغل المساحة اللي هنا. طيب عشان الورد كلير
بس عشان استغلال المساحات. نحط واحد هنا واحد هنا. طبعا في شيء هنا جولد، والله الجولد لازم نعطيه مساحته، فلذلك نرجع شوي وراء. اتوقع كذا كذا يكون تمام. طبعا هنا يقول لي نروح نستكشف الشغلات. assign ship faith، خلنا نرسل هذه، هي الوحيدة الحربية اللي عندي. نعطيهم 10 فش ونعطيهم 10 هذا لو عشان نسوي لنا يمكن مستوطنة جديدة. ما اعرف وين بيروحون صراحة، ما عندي شيء ثاني اعطيهم. يمكن ايتمات، ما في حتى ايتمات، توكلوا على الله. هذه السفينة الوحيدة الحربية اللي جالسة فرفر فيها من أمس. الله يستر، المورال 30%، الله يستر. طبعا نحتاج عمال كثير. أوه هذا امتسحوا، اتهدموا من الحرايق. بما أن عندي تمبر كثير خلنا نستغله. البوب، ما في بوب، ما في غير ماركت بليس. مثل ما تشوفون فيه نقص في العمال، فلذلك راح ابني البيوت قدر الامكان. انا صراحة اللي بنيته ما اعرف وش فايدته هذا اللي طلع لي. تعال، انا ما بنيت المصنع الاخير. اوه هذا بلو برنت، وهذا بلو برنت، وهذا بلو برنت. بس نوقف الشغل وهذا نشغلهم. جميل، انا شغلت اثنين. بس في شغلة مهمة اللي هو هذا المصنع الاخير ما بنيته. كيف مش موصل للطريق؟ اوه ماي جاد، اوه ماي جاد. طيب الحين توصل للمدينة. طبعا لازم اني اوصلهم للمدينة. في شغلة ثانية اللي هو هذا، ما اعرف وش هذا، بس خلنا نبنيه نشوف ايش وضعه. يحتاج 4، وهذا المصنع حقه. اوكي، ما ادري شكلها ملابس، ليكون هذا الفرو اللي يحتاجه الارتست. طيب خلنا نسوي له وير هاوس ثاني. هنا في وير هاوس احتاجه للسمك بعد. طبعا دائما يكون افضل انك يكون معك وير هاوس ثاني بدل ما تطور هذا. طبعا في عربات كثير يحتاجونها لان في سمك وفي هذا، في امور كثير. ليه مستغل المساحه هذه؟ هنا نسوي اليد هذه يكون اسرع الحركه. ممكن نحطه هنا. جميل، نسوي رود. طبعا الرود يكون موصل، يعني الوير هاوس يكون موصل للطرق، ما يقطع الطريق. هذا الحلو في الموضوع. ونجي نسوي رود ثاني. اول شيء خلينا نحط هذا، نسوي رود ثاني يكون خاص بهذا. جميل، طبعا بصنع اثنين حاليا. لان ما نعرف وش فائدته، اذا احتاجه كثير راح اسوي غيرهم. الوركرز اتوقع نحتاج برضه زيادة. طبعا هذول كل شوي ينهدمون، ما ادري وش السالفة. ما اشوف اي الا والله في فاير ستيشن، كيف ما تشوف ولا واحد. فاير ستيشن ضروري عشان، وبرضه الطرق نسيت ما اوصلها للمدينة الجديدة.
جميل كذا وضعنا اتوقع مستقر. لازم اخلص المشنات سريع. ما عندي الا سفينه واحده هنا. خلنا نرجع العالم القديم ونرسل سفينه واحده عشان اخلص المشنات سريع لانها مرتبطه بتطوري بتطوري بشكل سريع. كويس اني خليت الكاميرا هنا عشان اتذكر اسوي هذا. ما شاء الله التمبر مثل ما تشوفون وصل 211. خلنا نسوي تطويرات على السريع. الفلوس عندي في تحسن بس فيه نقص عندي في النوافذ، لذلك راح اشغل النوافذ بعد ما اخلص هذا، لان طبعا هذا اللي يدفعون فلوس اكثر اللي هم الارتست. لو تلاحظون هنا ان الارتست يدفع لك 3000، غريبة تدري ليه؟ احتياجاتهم فيها نقص. نرجع لموضوع الارتست، راح نشغله بس برضه راح ينقصنا من الفلوس، لكن احنا بحاجة الارتست يكونون شغالين. انا رجعت هنا عشان ارسل واحدة من السفن. عندي سفين، عندي سفينتين هنا. طيب كيف اقول لها send to the new world؟ ايوه جميل، لكن هذه ما اتوقع احتاجها للنيو وورلد. كيف اوقفها؟ خلاص يلا ارسلناها. كانسل ذا كومنت. اوكي حلو. خلنا نبيعها تجيب لنا دخل فلوس. انا ودي ارسل هذه او الكليبر. الكليبر تاخذ 4 بضايع وسريعة بعد، فلذلك راح نطلعها ونرسلها للعالم الجديد. بالنسبة لهذه بنرسلها برضو للعالم الجديد لانها سريعة وبرضو تخلص لي المشنات. وضعنا جدا جميل الحين. نشوف الارتست متطلباتهم. مثل ما تشوفون في نقص في هذه، لان في نقص في التمبر، فلذلك انا التمبر اللي هنا مفروض اني اخصصه يعني وود صافي بدون ما يتحول الى تمبر. وكذا اتوقع وضعي 100 100. هذا مدري ليه زارع في اويل هنا بس مدري متى راح استخدمه صراحة. بس خلنا نشوف السوق، هل يجيه كانت فود؟ بدأ يجيه كانت فود. تكفى لا، missing goods. لسه الطماطم فيه مشاكل. no production. ليش no production؟ لا المدينة هذه ما فيها طماط. والله ابتلشنا، والله ابتلشنا. ديمت الطماط لازم يجينا من منطقة ثانية. تكفى. اي والله هذه فيها طماط. طماط تكفون سريع. طماط نحتاج طماط طماط طماط. وين نحط الطماط؟ يكفي هنا. خلنا نستغل المساحة هذه نحط طماط سريع. مش طماط، الفلفل عفوا. انا جالس مبثركم طماط طماط. طبعا هذا يحتاج المساحات هذه كلها. بحلل المساحة هذه كلها اللي هنا. يا سلام والله بالملي، ما انه فيه مساحة هنا زايدة. بس اتوقع كفا والله. يمديها تدري، يمدينا نحلل ابو ابوها. حللت المساحة مثل ما تشوفون كلهم 108 من 108. خلاص الطماط راح يجيني بشكل مهول. طبعا نحتاج وير هاوس مطور او اثنين حتى وير هاوس. راح نطور واحد خلاص، ونسوي ارساليات طماط عشان ما ننسى. فلفل انا خلاص بثبتها طماط. جميل كذا وضعنا جدا سليم مثل ما سمعتوا. شيب كونستركتد اللي هي وينها؟ شكلها راحت. اي والله راحت. تعالي تعالي روحي العالم الجديد. خلنا نشوف المخزن 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 وش عندنا. واو في نقص في الواين. لا عشان كذا الجماعة مش فرحانين. في نقص في الواين وفي نقص، لازم نحط لنا بوب ثاني. طيب كذا اتوقع الهابينس بيرتفع. ثيتر ثيتر ما اقدر ابنيه للحين، لسه يحتاج طمي وزجاج.
الزجاج كم؟ الزجاج 25، مفروض انه يرتفع. missing goods، ما عليه بيرتفع مع الوقت. طيب وضعنا كذا سليم. طبعا مثل ما طلب اغلبكم ان الحلقة تكون حدود ال20 دقيقة. شكرا على المشاهدة ونشوفك ان شاء الله في الحلقة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.